اللي بتقول لنا انه بعد كده ممكن جدا يحصل drug abuse. What are the early signs of risk that may predict later drug abuse؟ ده سؤال. طيب بنقول some sign، يعني في بعض العلامات للمخاطرة يعني can be seen at early as infancy، يعني في علامات حتى من هو بيبي خالص صغير بتدينا علامات. Children personality traits، سمات شخصية الأطفال أو التمبرمنت المزاج بتاعهم، إن هما صغيرين عصبيين عنافة مستحملوش كل الحاجات دي، can place them، ممكن تحطهم في increased risk، يعني نقول الولاد دول معرضين اللي هما وهم صغيرين سمات شخصيتهم مزاجهم مش مظبوط مختلف، ده يعتبر عامل من عوامل الخطورة. withdrawn الانسحاب، والاجريسيف بويز على سبيل المثال غالبا اكزهابت بروبلم بيهيفير، يعني بيعملوا مشكلات سلوكيه، والانتر اكشن حينما يبقى في انتر اكشن بينهم وبين اهاليهم وبينهم بين اقرانهم البيرز اند اذر زي كاونتر ان سكول سيتنج او اي مشاكل يواجهوها في المدرسه. اف ذيس بيهيفيرز كونتينيو، اذا استمر هذا السلوك، اف ذيس بيهيفيرز continue they will likely lead to other risks، وبالتالي اذا المشاكل دي فضلت موجوده لفتره طويله ده بيقودهم الى ريسك للمخاطره. يعني these risks can include الريسك دي بما فيها فشله في المدرسه، ده ممكن يبقى سبب من ضمن الاسباب. early peer rejection انه مرفوض من زملائه، and later affiliation with deviant peers، وبعد كده يعني يرتبط بمجموعات اولاد منحرفين deviant peers. often the most immediate ممكن الديفيانت بيرز دول يكونوا الحاجه الملحه او القاشه اللي قسم الظهر البعير، هي دي اللي تخليه يروح للمخدرات. risk factor drug abuse in adolescents، الدراسات بتقول لنا studies have shown that children with poor academic performance، قالت لنا ان الولاد اللي ادائهم في المدرسه مش كويس inappropriate social behavior، عندهم سلوكيات inappropriate يعني غير ملائمه. احنا بنقول ان ال studies have shown that children with poor academic performance and inappropriate social behavior age من سن 7 لسن 9، اذا ظهر ده هيبقى ده ايه منبئ. likely to be involved with substance abuse by age 14-15، يعني اذا ظهرت عنده المشاكل دي من 7 لـ9 نتوقع انه في عمر 14 لحد 15 انه يقع في براثن الدراج ابيوز او هيبقى اتريسك على الاقل. in the family children's earliest interaction، التفاعلات المبكره في الاسره occur within the family، غالبا التفاعلات الاوليه الاتاتشمنت التعلق كل الحاجات دي كلها بتحصل في فتره الطفوله واحنا صغيرين جدا يعني. فاحنا بنقول children's earliest interactions، يعني التفاعلات المبكره جدا occur بتحدث within the family من خلال الاسره and can be positive or negative، يا اما التفاعلات دي تبقى positive يا اما تبقى negative. for this reason factors that affect early development، العوامل التي تؤثر في النمو مبكرا in the family are probably ربما تكون هي الحاسمه. the most crucial يعني بمعنى ان هذه العوامل يمكن ان تكون العوامل الحاسمه. children are more likely to experience risk when they are، حاطط شويه عوامل، العوامل دي هتبقى عوامل ريسك زي ايه؟ lack of mutual attachment، مفيش attachment تبادلي ما بين الطفل وما بين عيلته. and nurturing by parents or caregivers، واللي بيربيه اهله او حد يعني حاضنه او مربيه او ما الى ذلك. لو كان بينه وبين الحاضنه او المربيه مفيش mutual attachment يبقى ده عامل من عوامل المخاطره. وايضا اذا ما كانش فيه mutual relationship و attachment with his parents.
ان effective parenting يعني ابوه غير فعال. يعني ايه ابوه غير فعال؟ يعني اب وام موجودين بيصرفوا وبيعملوا لكن هم غالبا مش متواجدين. اشوتك هوم انفايرمنت، الاسره مرتبكه، في تشوش في الاسره، الاسره مش اسره مستقله. اشوتك هوم انفايرمنت يعني بيئه الاسره بيئه غير ملائمه. lack of significant relationship ما عندوش علاقات دلع، علاقات قويه with caring adult الناس اللي الكبار سواء بقى جده اعمامه خلانه اي حد يعني. اخر عامل a caregiver who abuses ممكن جدا جدا تكون المربيه بتاعته او الاب والام اللي بيرعوه هم نفسهم abuse substance، ممكن هم نفسهم يكونوا مدمنين او بيعانوا من المنتل إلنس او بيعانوا من الامراض العقليه او انهم داخلين في مشكلات اجراميه او سيكوباتيه او ما الى ذلك. يبقى دي عوامل في الاسره، يعني هنا دي فاكتورز في الاسره يمكن ان تقود الى السلوك الجريمه. فبالتالي الاسره مش مهيئه يعني. يبقى دلوقتي احنا قلنا 1 2 3 4 5 برضو خمس عوامل في الاسره يمكن ان ينبئوا بالابيوز. lack of mutual attachment and nurturing. nurturing هنا يعني ربي، nurturing حتى دايما نقول nurture يعني ايه؟ يعني البيئه او سوري الوراثه في مقابل البيئه او الحاجات الانيت اللي احنا مولودين بيها فطري في مقابل تاثير البيئه. فبنقول هنا nurturing ان يو ار T-U-R-A-N-G by parents and or by caregiver او parents الاثنين واحد. فبنقول انه ما عندوش attachment lack of mutual attachment، ما فيش نوع من نوع من التعلقات المتبادلة. يعني هو الاب والام بيحضنوه وبيبوسوه وما اعرفش ايه او المربية وهو كمان. number in effective parenting يعني ابوة او والدية غير فعالة يعني كأنهم مش موجودين. وبعدين الشوتك هوم انفايرمنت جو الاسره نفسه جو مشوش. lack of significant relationship with caring adult and يعني بمعنى انه ما عندوش علاقات جوهريه ولها معنى بافراد الاسره. A caregiver نفسهم يعني يا اما الاب يا اما الام يا اما الكير جيفر هم ابيوز سبستانس مدمنين او بيعانوا من امراض عقليه او ان هم داخلين في مشكلات قانونية أو إجرامية أو ما إلى ذلك. فالخمس عوامل دول جوه الأسرة هينبئوا بطفل إيه؟ دي عوامل بنسميها بريدكتف، عوامل منبئة يعني. طيب this experience especially the abuse of of drugs and other substance by parents دي عامل مهم جدا، الأب والأم يكونوا مدمنين and other giver can embed bonding to the family. العوامل دي embed يعني ايه؟ تعوق. بتعوق ايه بقى؟ بتعوق البوندنج، بتعوق الروابط اللي بين بين الولاد وبين اهاليهم يعني. bonding to the family and threaten وتهدد feeling of security، ما يبقاش عنده نوع من السكيورتي that the children need for healthy development. الولاد عشان يبقى فيه نمو healthy حقيقي يعني لابد انه يبقى عندهم السكيورتي، الاحساس بالسكيورتي. عشان كده بنقول الطفل ده انسكيور. اون اذر هاند على الجانب الاخر فاميليز كان سيرف ا بروتكتيف فانكشن وين زير ايز لكن الاسره ممكن تبقى دعم لما يبقى في ايه بقى؟ لما يبقى في سترونج بوند بتوين تشيلدرن اند زير فاميليز، لما يبقى في التصاق او عوامل ارتباطيه بين الطفل وبين اسرته. نمبر 2 parental involvement in child life ان يكون الاباء والامهات مندمجين في عالم الاطفال في حياه الاطفال. supportive parenting الابوه الحقه الداعمه يعني بتشبع الفاينانشال ايموشن، بتشبع كذا حاجه مش حاجه واحده. financial emotional cognitive and social need يعني الاسره الجيده او الابوه الحقه هي التي تعطي الـ 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 الامن المادي والعاطفي وايضا المعرفي وايضا الاجتماعي. دي الاسره الحقه السبورتيف بارنتنج ذات ميتس يعني بتشبع
الفاينانشال الايموشنال الكوجنيتيف اند سوشيال نيدز. اخر عامل كلير ليميتس الحدود الواضحه اند كونسيستنت انفورسمنت اوف ديسيبلين. اللي هو ايه بقى كلمه ديسيبلين؟ يعني النظام. مش معناها النظام البيت يبقى مرتب، لكن معناها النظام اللي بيحطه الاب والام اللي ليه حدود. النظام كونسيستنت يكون فيه اتساق، يعني لا بنعاقب بشده شديده جدا ولا بندلل بنعمل سبويلنج. يعني هنا فكره كلير ليميتس اند كونسيستنت انفورسمنت اوف ديسيبلين، ازاي ندعم النظام اللي الاسره حاطاه. فاينالي في النهايه كريتيكال سنسيتيف بيريودز، في حاجه اسمها كريتيكال سنسيتيف بيريودز. كريتيكال سنسيتيف بيريودز يعني الفترات الحرجه في الحياه ان ديفلوبمنت ماي هايتن، ربما تلقي الضوء على اهميه الريسك اور بروتكتيف فاكتورز، يعني مهم جدا عوامل الحمايه وعوامل الخطوره. فور اكزامبل الميوتشوال اتاتشمنت، ده حاجه مهمه قوي، اند بوندنج بتوين بيرنتس اند تشيلدرن يوجوالي اوكورز ان انفانسي اند ايرلي تشايلد هود. اف ات فيل، اذا فشلوا بقى وما قدروش يدوا هذه العواطف للاطفال، if it fails to occur during، اذا حصلتش في فترات الطفوله المبكره، it is unlikely that strong positive attachment will develop later in the، لما نتوقعش انه بعد كده هينمو. الحاجات دي لو ما اديناهاش لاولادنا وهم صغيرين لا نستطيع ان نعوض لها لهم لما يكبروا. outside family، ما احنا اتكلمنا هنا عن العوامل اللي related of the family، هنتكلم عن العوامل بقى اللي تتعلق ب بره الاسره. يبقى اتكلمنا احنا عن العوامل اللي هي انسايد فاميلي، وهنتكلم دلوقتي على اوتسايد ذا فاميلي بره الاسره بقى. اذر ريسك فاكتورز، عندنا عوامل خطوره ثانيه بترتبط بالكواليتي اوف تشيلدرنز ريليشن شيب، بنوعيه وجوده العلاقات في الاوضاع اللي بره الاسره مش اللي جوه الاسره. زي ايه؟ زي المدرسه، زي اوضاعه مع البيرز، زي اوضاعه مع المدرسين، اند ان كوميونيتي، وفي المجتمع المحلي كله. difficulties in this setting، لو كان في صعوبات في هذه المواقع يمكن ان تكون crucial to child emotional cognitive، يمكن ان تؤثر بشكل حاسم على المجال الايموشنال الكوجنيتيف اند سوشيال ديفلوبمنت. some of these risk factors are، ايه العوامل الخطوره في ده؟ نمبر 1 inappropriate classroom behavior، انه يبقى في سلوكيات غير ملائمه في الفصل، زي مثلا اجريسيف او امبالسيتي، نوع من الاندفاع او السلوكات الاندفاعيه او العدوان. اكاديميك فيلير، الفشل الدراسي. اسوسيشن وذ بيرز وذ بروبلم بيفير، ان انا الولد او البنت ترتبط ببيرز، مجموعه من الاقران عندهم مشكلات، سواء بيتعاطوا مخدرات او حاجات تانية يعني. ميس بيرسبشن، اساءه الادراكات او المدركات السيئه او الخاطئه لاكسيتنت اند اكسيتابيلتي اوف دراج ابيوزنج بيهيفير ان سكول بير اند كوميونيتي، انه يبقى مش فاهمين ان دي حاجه فيها خطوره، يعني مش انها حاجه عاديه يعني. بعد كده اسوسيشن وذ دراج ابيوزنج بيرز، فكره الارتباط بالزملاء او بالولاد البيرز اللي هم يعني بيتعاطوا، غالبا بتبقى موست ايميديت ريسك فور اكسبوزنج adolescents to drug، يعني الارتباط بالاقران اللي شبههم اللي بيتعاطوا كده زيهم دول، هو ده الريسك فاكتورز، وده اللي بيخليهم ابيوز وعندهم delinquent behavior. يعني ايه عايزه delinquent behavior؟ delinquent behavior يعني السلوكيات المنحرف، delinquent behavior. طيب ليه ما قلناش عليها criminal؟ ليه بنقول delinquent؟ بقول delinquent لانها بتحصل في سن صغيره، لما الناس تكبر وتعمل مشكلات قانونيه او كده بنقول عليهم كريمينالز، يعني مجرمين. ها مجرمين كريمينالز، لكن انا بقول هنا دلينكويت، جاي من دلينكوسي يعني الانحراف. في العيال عشان كده حتى في المحكمه ما بنوديهمش السجن، احنا بنوديهم الاحداث لان بنعتبرهم صغيرين عن السن القانوني، اقل من 18 سنه بنقول عليهم دلينكوسي، لكن لما بيكبروا بنقول كريمينال. بنقول ريسيرش الابحاث بينت لنا انه مثل هذه السلوكيات
في الانترفينشن كان بي تشالنجنج. يعني لما بنيجي نعمل برامج عشان نحسن الولاد ده نوع من التشالنجنج، نوع من التحدي، ما بيبقاش الامر سهل يعني. فعلى سبيل المثال في دراسه لديشون واخرون 2002 لقت انه البليسنج هاي ريسك يوز ان ابير جروب انترفينشن ريزلتد ان ان احنا نحط ولد عايزين نعالجه في وسط ولاد كلهم شبه بعض عندهم سلوكيات منحرفه، انه ده بيبقى بيمثل تحدي للبرنامج، وان المفروض نفصله ونقعده في وسط ناس تانية. كارنت ريسيرش بيحاول يبقى البحث الحالي بيحاول يقول لنا the role that adults and positive peer can play، ايه الدور اللي بيقوموا بيه البالغين والام والاب في مساعدة الطفل على انه يتجنب such outcome in future intervention، انه يتجنب ده. other factors عوامل تانية زي الدراج availability، اتاحة الدراج، يعني الدراج متاح موجود. believes that drug abuse is generally tolerated are also risks، وان احنا نشوف انه ده مسألة مش خطيرة يعني، ده في حد ذاته بيعتبر ريسك that can influence young people to start substance abuse او abuse drugs. طيب عندنا عندنا هنا عنوان لطيف بيقول لي when and how does drug abuse start and progress، ازاي يبدا الدراج ابيوز وازاي يستمر ويتطور. Studies such as national survey of drug use يعني and health، نقول انه الدراسات في مركز المسوح القومية بتاع الدراج ابيوز يعني عند هيلث والصحة اللي بنسميه ناشونال هاوس هولد، احنا بنسميه ناشونال هاوس هولد سيرفي اون دراج ابيوز ريبورتد باي سبستانس ابيوز اند منتال هيلث سيرفيسز ادمنستريشن انديكيت ذات سم تشيلدرن ار اوريدي ابيوزنج دراج ابيوز باي 12 اند 13. المركز بيقول لنا مركز المسح المسوح ده بيقول لنا انه الاطفال في سن 12 ل 13 ممكن جدا يتعرضوا للايه للابيوزنج which likely means that some may begin even earlier، واحيانا ولاد يبداوا في سن قبل كده كمان. early abuse التعاطي المبكر يعني includes such drug زي التوباكو والالكحول والانهالنس، احنا قلنا انهالنس اللي هي اجهزه الاستنشاق، والماريجوانا and psychotherapeutic drugs او الادويه النفسيه زي المهدئات والكلام ده ياخدوها as drugs. هنا بنقول if drug abuse persist into later adolescence، اذا استمرت الكلام ده لحد ما يبقى في سن المراهقه abuser typically become more involved، هيبقى بعد كده يشرب المرجوانا، لو شرب الاول التوباكو وشرب الحاجات دي يبقى يتحول انه يشرب مرجوانا and then advance to other illegal drug، يعني يتطور لانه ياخد الحاجات الايه الاصعب illegal drugs يعني العقاقير غير القانونيه يعني. While continuing their abuse of tobacco and alcohol, studies have also shown that early initiation، الدراسات بتقول لنا انه الاهتمام المبكر او الميل المبكر للدراج ابيوز بترتبط بالجريتر دراج انفولفمنت، كلما كان في وسط اسره اخوه كبير او ابوه او امه او ما الى ذلك هيبقى مور اكسبوجر للتعاطي. من الملاحظات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها انه however that pause one time and long term survey البحوث الطويلة المدى بتقول لنا انه most youth don't progress to abusing other drugs but among these who do progress their drug abuse history can be vary، يعني هنا مش كل العيال زي بعض، لا في التاريخ بتاعهم بيختلف by neighborhood drugs availability بإتاحة المخدرات. يعني مسألة الإتاحة دي فاكتور مهم جدا بيلعب دور مهم جدا. يعني أنا شايف كل الكلام
نقرا بس الحاجات اللي عليها هايلايت كده. بيقول risks appear at every transition from early childhood through young adulthood. Therefore, prevention planners need to consider their target audience and implement progress that provide support appropriate for each development stage. يعني بيقول ايه هنا؟ بيقول انه عوامل الخطورة بتظهر في مراحل الانتقال، transition، مراحل الانتقال، طفل من فترة الطفولة إلى فترة التين ايجر، من التين ايجر إلى فترة الشباب، أو من الشباب إلى فترة الأدلت. في فترات الانتقال ديت يعني هي ريسك تيكنج، يعني فترات مهمة جدا. عشان كده يجب على الناس اللي بيعملوا برامج الحماية ياخدوا بالهم جدا من نوعية اللي بيتعاملوا معاهم، وبالتالي ينفذوا برامج تتناسب مع الـ يعني يقدموا البروفايد سبورت ابروبريت، يعني يبقى مناسب لكل مرحلة عمرية. They also need to consider how the protective factor involved in this transition. ازاي ياخدوا بالهم ايه عوامل الحماية في الفترة بتاعت الترانزيشن دي بيسترنسد ويقووها. يعني الكلام بيتكرر. طيب ناخد الكوميونيتي اكشن. ايه الكوميونيتي اكشن؟ التصرفات بتاعت المجتمع بقى تجاه الكوميونيتي اكشن بوكس. بنقول ان البيرنتس كان يوز انفورميشن، الاباء والامهات يستطيعوا ان يستخدموا المعلومات اللي موجوده اون ريسك اند اللي احنا شرحناها، اللي هي عوامل الخطوره او عوامل الريسك وعوامل الحمايه. ديفلوب بوزيتيف عشان يعملوا actions، يعملوا تصرفات إيجابية للمنع. talking about family rules يعني تتعلق بقواعد الأسرة before problem occur، قبل ما تحصل. فيبقى هندي برامج للأباء والأمهات علشان يتجنبوا حدوث الأبيوز. فيما يتعلق بالمعلمين كان strengthened learning، إزاي نقوي التعليم وإزاي نقوي bonding to school، الارتباط بالمدرسة. أنا عايزين نقوي bonding مع الطفل مع امه وابوه، عايزين نقوي كمان البوندنج مع السكول. وازاي نحدد السلوكيات الاجريسيف بيهيفيرز اند بور كونسنتريشن ريسكس اسوسييتد ويز ليتر وان اوف دراج ابيوز اند ريليتد بروبلم. وازاي نتجنب ده، المعلمين يتجنبوا انه ده يحصل. بعد كده القاده المحليين، وده قلناه في الاول في المره اللي قبل المره دي يا عزه، احنا اتكلمنا على الكلام ده. الكوميونيتي ليدرز اللي هم مين؟ اللي هم القاده المحليين. كان اكسس كوميونيتي ريسك اند بروتكتيف فاكتور، يحددوا اسوسييتد ويز دراج بروبلمز تو بيست تارجت بريفنشن سيرفيس، عشان يقدموا خدمات للحمايه. طيب شابتر 2 بيتعلق ببلاننج فور دراج ابيوز بريفنشن ان ذا كوميونيتي، يعني هنا برنامج في المجتمع المحلي. بنقول الشابتر ده او الفصل ده بيتعلق بالبروسيس، بالعمليات اللي تتعلق بكيف يساعد المجتمع ها، او يعمل بلان، امبلمنت، ينفذ بلان، بلان بحثي يعني بيست بريفنشن، يعتمد فيه على برامج الحمايه. ات انفولفد جايدنس، وده بيتطلب نوع من الارشاد، جايدنس اون ابلاينج ذا بريفنشن برينسيبال، واحنا بنطبق عوامل الوقايه او اساسيات الوقايه اللي قلناها في المره اللي قبل اللي فاتت.